طيب يلا النهارده عايزين نرجع واحدة مع بعض حبايبي، النهارده عايزين نرجع مع بعض على ماشي comparative and superlative، وانا محضرة اسئلة هنحلها سوا علشان اتاكد ان الجزء ده انتوا خلاص بقيتوا تمام فيه، علشان كان الهوم ورك فيه غلطات كتير. اوكي يلا حبايبي هنفتح كده مع بعض، اوكي هنبدا الاول بالمراجعة على comparative and superlative وبعدين ناخد الليسون بتاعنا في الكتاب. لحظة واحدة. بس احنا عندنا competition لا مش النهاردة معلش، هو الكومبيتيشن هتبقى على آخر حصة في الأسبوع، أوكي؟ علشان يوم هدخل فيها الخميس. إن شاء الله، عشان هدخل فيها اليونت ده تقريبا يوم الأربعاء مش الخميس. ايوه مش احنا بناخد انجليزي 2 3 5 4 2 3 4 وتعالوا يوم الخميس. يلا انا بينا كلنا مع بعض كده مفروض لحد comparative superlative، اوكي يلا بوستر. بعديها ماشي المرة اللي ماشي فاتت لا احنا هنحل مع بعض لايف حبايبي. المرة اللي فاتت وقفت عند مين؟ المرة اللي فاتت يا ميس وقفنا عند، مش انا كنت نمبر 10 اللي قبل نمبر 10 اللي قبل نمبر 10 يا ميس. انت نمبر 9 يا آسر. انا نمبر 9 وانا يا لا ميس كنت نمبر 2، يبقى انا يا ميس اغير اسمي ل اشيل رقم 4 واحط يبقى 2. كده يا ميس طيب احنا يا هنبدأ بالأول، اوكي يلا يا آدم. لا ميس ميس، هي قبل نمبر 9 اللي هو انا قبليه، هو اللي وقفنا فيه. عند شام يا ايه انا للبيت شام، انت فاكره ان كان دورك؟ طيب في خلاص يلا عشان نبدا من الاول، واحنا كده كده عندنا اسئله كتير. اقفل المايك يا ادم. لا it's your turn يا ادم، يلا let's answer please. My house is ذا شايف ادم، اس يلا يا ادم it's your turn. اوكي My بيت house جوخيم نور، يا مان، بيت نقفل المايكس كلنا، بيت جو يلا يا نمبر ادم. كام؟ لا حبيبتي ديت ماشي ماشي أسئلة أنا عم، أوكي ماشي دخل محمد يلا يا آدم please answer. ذا مور His house، هو هنا بيتكلم على house بتاعه، شايف إن ال house بتاعه أكبر house هنا، هنقول إيه بقى؟ The biggest، the most biggest، ولا the biggest، ولا more big؟ ها مربك The what? More big? Are you يس sure? طب نسأل أدهم كده، يلا يا أدهم ركز بقى نسأل يا أدهم ثاني أعرف ثاني الإجابة. أدهم يلا نمت ها my house is what؟ the biggest او مفيش أو، هي حاجة واحدة بليز، ما حدش يكتب على الشاشة. أوكي يا أدهم ما أنا سألتك في دورك حبيبي، أنت ليه ما قلتش على طول؟ The biggest. Thank you. بصي يا حبيبي the biggest، ان احنا هنا احنا اتفقنا لما بنيجي نقارن بين one thing or one person ومثلا كذا حد معاه، اوكي بنضيف ايه؟ نقفل المايك بليز. بنعمل ايه؟ بنحط ايه للادجكتيف؟ ها we add what؟ فكروني. The and est ذا the adjective، اوكي يعني مثلا في الاكزامبل بتاعنا الاولاني ده، هنا دي هاوس، هنا اكبر واحد فيهم، انا عندي واحد اتنين تلاته، وانا بقارن بين البيت ده وبين البيوت دي كلها، هقول ايه؟ احنا نقول ذا بيجست. طبعا ذا موست ديت لما بيكون الادجكتيف طويله زي بيوتيفول انترستنج دينجرس، فبنحط ذا موست بيوتيفول ذا موست دينجرس ذا موست انترستنج، فانا ما ينفعش اقول ذا موست بيجست، اوكي هي صح the biggest. يلا يا ادهم my car My car شايف عربيتي most fastest. fastest. طيب تعالى كده بالراحة معايا كده كلنا،
لو انا عندي هنا، بصوا ركزوا معايا، لو انا عندي هنا كلمة fast، fast يعني ايه؟ يعني سريع. طيب لو عايزة اقول اسرع من، هقول ايه؟ ها faster than. طب لو عايزة اقول الاسرع، اسرع واحد فيهم، هقول ايه؟ ها the fastest، ذا ذا فاستست. فاستست. تمام، ما ينفعش اقول بقى موست فاستست، ازاي انا هبقى اوريدي حطيت الاي اس الاي اس تي واحط قبلها موست؟ قلنا موست دي لما بيكون الادجكتيف طويله، اوكي ما ينفعش احط لها، ما ينفعش احط لها. games يبقى ادهم ايه؟ ادهم، ادم ايه في المايك بتاعك؟ عشان ده مش دورك يا ادم، بليز، ده دور ادهم. Where are you يا أدهم؟ الكلمة the fastest The fastest. Okay. the fastest. بص بس هي دي على المسابقة ولا إيطالك. دي واحدة غيرها؟ بص دي لا لا. هي دي المسابقة ولا دي واحدة غيرها؟ لا لا، دي واحدة غيرها، إحنا بنراجع مع بعض، أوكي؟ المسابقة لسه مش النهاردة. يلا يا إيثار. I am اوكي I am at the The tallest, 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 tallest. دولار اللي هي letter C. اي اثار، yes okay هتكون تولد يا نور. ماشي اثار، okay thank you. هدى جت النهارده معانا، وده مش موجوده بعد هدى. جودي، جودي برضو مش معانا النهارده، okay. اصلا يا مس جوجي جوجي وهدى ما دخلوش معانا الحصة العربي. اوكي من ابو معي. يلا يا تيم. Adam, he is the most beautiful. The most، لحظة واحدة ما اشيل العلامة دي. The most beautiful، برافو يا تيم. She is the most beautiful actress، لان دي تعتبر superlative. Thank you يا تيم. يلا يا شام. عندي هنا the sofa، this sofa is space than a chair. هنا the comparative between the sofa and the chair، يبقى هنا comparative between two، هنقول ايه؟ More comfortable than chair. برافو يا شيم. يلا يا آسر. Homer is than I am. Homer is happier than I am. Happier، برافو عليك يا آسر. جويرية، جويرية ممكن. يلا. Can you see this man? He is what man in the world؟ ها شايفة الراجل ده قصير ازاي؟ احنا بنقول ان هو اقصر رجل في العالم، هنقولها ازاي؟ He is most shortest. ازاي يا حبيبة قلبي؟ بنحط most وبنحط est. احنا عندي هنا ال adjective، اس ها يأذن shortest. the shortest. انا عندي هنا ال adjective، برافو يا جواري. انا عندي هنا ال adjective بتاعتي اللي هي ايه؟ short. انا هنا ال adjective اللي بستخدمها النهارده في ال example ده short. طيب كلمة short دي طويلة يعني long adjective ولا short adjective؟ اهي تعالوا كده نعدهم. How many syllable in short؟ short. How many syllable؟ هي one syllable، مقطع واحد. تمام، طيب short ما هياش كلمة طويلة ولا فيها أكتر من مقطعين، يعني ما ينفعش أخد معاها most أبدا، تبقى الإجابة بتاعتها the shortest. طيب لو أنا هعملها في comparative هنقول shorter than، superlative the shortest. Thank you. الله يا محمد عادل، محمد عادل، نعم الله يا نعم محمد.
is not a dog. Dog, I know. الأول قولي دي comparative ولا superlative؟ يعني comparative يعني مقارنة بين اتنين، ولا superlative اللي هي مقارنة بين أكتر من اتنين؟ بعد هي superlative. ليه superlative؟ عشان أنا دلوقتي بقول إن الكلب ده ألطف كلب أنا شفته في حياتي، ألطف كلب أنا شفته. هل معنى كده إن أنا بقارن بين كلبين؟ في كلبين قدامي دلوقتي؟ لا، أنا بقارن بين مثلا هذا الكلب وجميع الكلاب التانية. يبقى نقول إيه؟ It is يبقى هيبقى that nicest dog I know. برافو عليك، ثانك يو يا محمد. يلا يا مالك، مالك it's your turn. يا مالك المايك بتاعك مقفول، انا مش سامعاك. تبقى more interesting. This book is، انا عندي هنا more than a magazine، يعني انا بقارن between the book and the magazine. برافو عليك يا مالك. This book is more interesting than a magazine. برافو يا مالك. يلا يا بسملة. My pencil is the smallest. My pencil is the smallest. Very good يا بسملة. إن هنا هنا superlative بقارن بين القلم وبين جميع الأقلام، إن القلم بتاعي أقصر قلم. Okay؟ يلا عشان كده يدوب كده كل واحد، انا عامله لكل واحد سؤالين. يلا يا ادم. Guys, let's not throw. Saturday. Okay. هي آدم، عارف ولا مش عارف؟ بليز انطقها، أنا عايزاك عارف. تنطقها ما تكتبليش على الشاشة. يلا. It's what today than yesterday. This. هتبقى Her hottest. أيوه. curse. أوكي. يا أدهم. What does ماشي يا أدهم، ركز معايا، أوكي؟ أدهم. هي تاني بصي يا ادهم، انا عايزاك تقول لي الادجكتيف بتاعتي هنا ايه، فين الادجكتيف بتاعتي؟ لحظه، الادجكتيف بتاعتي هنا هوت. اوكي طيب تمام، لو هي كومباريتيف يعني بقارن بين حاجتين هتبقى ايه يا ادهم؟ يلا يا ثواني. هتبقى هوتر. طب لو بقارن بين اكتر من حاجه، اكتر من حاجتين هتبقى ذا هوت. طيب هنا في الاكزامبل دي ممكن تعرف تحلها لي؟ It's what than yesterday، يعني انا بقارن بين today and yesterday. هنا comparative، comparative not superlative. هتبقى ايه يا ادهم كده؟ عارف ولا مش عارف؟ اسمها ايه يا هوتر ادهم؟ hotter. هوتر hotter. فهمتي يا ادهم؟ يا طبعا ما اعرفش نصف الكلمة. ماشي يا كلمة ادهم. زان دي لو جات قبل الكلمة هتبقى هوتر، اخرها اي او. ايوه برافو يا ادهم. سمعتي يا ادم؟ ادم معايا يا ادم؟ ايوه يا انسة انا معاكي. فهمتي يا بابا الفرق؟ عشان انت قلت hottest وانا عندي هنا than، هنا compares between today and yesterday، يبقى نقول hotter than yesterday. يلا يا إيثار. ذا برج خليفة، ذا برج خليفة سكاي سكريبر يعني ناطحة السحاب. إيثار صوتك مش واضح قوي، قولي لي يلا اخترتي ايه حبيبتي؟ ذا برج خليفة سكرايبر، ذا برج خليفة سكاي سكرايبر ان دبي از ذا وات بيلدينج ان ذا وورلد.
أطول مبنى في العالم، يبقى هنقول إيه يا إيثار؟ لحظة كده يعني بسرعة شوية يا إيثار. The tallest, very good. The tallest. أطول مبنى في العالم. يلا يا تيم. Other image. I think mass is. I think I mass think is mass is. than English. Is more difficult. More difficult than English. يلا يا شام بسرعة. Who is person your class؟ هنا عندي ال adjective بتاعتي friendly. The most friendly. No. ليه بقى يا إيثار؟ ليه؟ سوري يا شام، عشان أنا عندي كلمة friend، لحظة، ما هياش adjective، ما هياش long adjective، يعني ينفع أحط لها est. How many syllable in this word? How many syllable in this adjective? Friend. مش Friend. برضه يعني Just one انا قلت syllable. اللي هي هتبقى ذا، انا قلت برضه يعني اللي هي هتبقى نمبر 2 اللي هي نمبر بي. برافو. طيب انا هنا بحسب السيلابلز اللي جوه الكلمه على اساس ايه؟ على اساس الفاول. اوكي، كل فاول يعني كل مجموعه حروف لازم في النص يبقى فيها one vowel. اوكي، انا عندي او two vowels. انا عندي كلمه friend في النص، هنا في two vowels، هنا هتعتبر ان هي one syllable لان هي كده مقطع واحد، فعادي لما احط لها est. اوكي يا شام، يبقى the friendliest. the friendliest. Thank you يا شام. يلا يا آسر. يلا يا آسر. Adremis. The weather is not in July then in June. عندي هنا ال adjective بتاعتي sunny. اوكي، وخلي بالنا ان sunny هنا منتهية واي. Sunnier than June. Rob, in June. Okay, شيلها please. يا آسر سوري. يلا يا جويرية. جويرية, turn on your mic. We are not today more than Saturday lazy. We are عندي lazier، انت هي ب I E R و lazier Y E R and laziest. What would you laziest. choose؟ أني واحدة؟ سي See, are you sure؟ أنا بيقول إن إحنا النهاردة كسلانين أكتر من إمبارح. ليزي يعني كسلان. اي نو يا بسمله ان انت عارفه حبيبتي، انا عارفه. ليز نمبر 8 ليزير. تمام، مش هينفع اقول ليزير ديت لان هي منتهيه تو كونسونانت واي وقبلها كونسونانت. طيب اوكي، يلا يا محمد عادل. نعم يا مس. بليز يلا. جيراف هاف نيك جيراف هاف تمام. نقط نيك Next, نيك then زين zebras. نيك زين زيبرا لونج تبقى لونجر Longer than. روفي يا محمد. مالك؟ English. مس يلا يا مالك. English. مس نعم.
لو جه في الامتحان الكلمة دي طبعا يا ناس بيسأل من الأسئلة خيرنا آخرهم ايه ار هكتب، طالما في الكلمة ديت يا ناس هكتب الآخرها ايه ار. نستنى بس نشوف مالك هيقول ايه في دور. يلا where are you يا مالك؟ اجير يا مس. is your انهي؟ اه is your اللي هي بي. برافو عليك. يلا يا بسملة. My school is in the city logo. The largest The country. largest. Very good يا بسمة، برافو عليكي. خلاص كده احنا راجعنا مع بعض كده بالظبط على ال comparative and superlative، لأن لحد آخر لحظة في ناس بتغلط. عادي تبعتي اللعبة دي تاني بس ويحلها، بس كل واحد بقى يحل لوحده. هبعتها لكم في الهوم ورك بس أسئلة مختلفة. أوكي؟ ماشي وتصوروا لي صبري بقى على معايا. برضه بس تخلي يمس الهوم هو الأسئلة يمس زي دي. اه بس احنا عندنا لسه اسئله على اليونت يا قد، فلازم برضو ان احنا ناخد حل الاسئله اللي في الكتاب. طيب تمام، انا هبعت برضو لعبه زي دي كده اوكي في الهوم ورك، علشان برضو تتدربوا على الكومباراتيف اند سوبراتيف باي يور سيلف مع نفسكم كده. ممكن ينزل دلوقتي لا بعد الحصه بقى تحلوها في الهوم ورك. قبل ما نطلع يعني وندخل تاني، يعني نخرج وندخل تاني يعني. لا هبعتها لكم على التليجرام، هتلاقيها after the session على طول on the telegram group. okay طيب ماشي يلا ممكن كلنا نبعتها لها يلا ونبعتها لك. انتوا هتحلوها، وطبعا هي النتيجة كده كده بتظهر وقتها، كل واحد هيصور لي بقى هو جاب كام وحلها في وقت قد ايه. فطبعا هي هتبقى يعني بالنسبة لي هشوف مين فيكم حلها في اقصر وقت وكل الاجابات صح. وما كان إجابة كم إجابة؟ هي بيبقى تقريبا 10 أسئلة. 10 يلا حلهم في 10 ثواني. طيب إن عشر شاء ثواني الله هنشوف يا أدهم هنشوف. يلا طيب كلنا أو نفس حد في العشرة، التارجت، 12 14 كده، مش هجيب 20. طب يلا كلنا نفسه ونرجع تاني يا شربت حبايبي. 10؟ يلا يا ولاد يلا كلنا نفسه ونرجع تاني. انت عشان هتعيد وعطاها في الأسئلة الصح وتروح داخل حللها مرة واحدة عادي.